أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة: فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بعد الآيات الأولى التي نزلت من أول السورة، وهي إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم، يتجه الخطاب في السورة سورة القلم التي هي سورة الأخلاق، وتظهر أخلاق الإسلام في مقارنة بأخلاق الكفر. قال الله عز وجل هنا: فستبصر أي يا محمد دينك وعاقبتك وما سيمنحك الله تعالى به من الخير والفضل والتمكين والنصر، وسيبصرون ويبصرونهم مآلهم وعاقبتهم، ويبصرون أن الإسلام حينما يكمل نوره ويتم هديه وينتشر أمره في الأرض. قال الله تعالى: ويبصرون بأيكم المفتون، أيكم المفتون حقا. حينما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتروا، فيظهر الله تعالى من هو الذي يتصف حقا بتلك الصفات. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، وهم أولئك الكافرون ومن تبعهم، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين. لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة قوله هو أعلم وهو أعلم، لم يقل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبالمهتدين، فهو أعلم بحقيقة الضالين حقا وبحقيقة المهتدين. وفي هذه الآية أيها الإخوة بيان أن الناس طرفين لا ثالث لهما، ليس هناك وسط وليس هناك مواربة وتقارب، إما ضلال وإما هدى، إما أن تكون في سبيل الإيمان أو سبيل الكفر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا يمكن الإنسان أن يجمع بين سبيله وسبيل بين سبيل الله وسبيل الشيطان وسبل الشياطين الإنس والجن. فلذلك هذه الآية تميز بينه بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قال الله عز وجل: فلا تطع المكذبين. الله تعالى هنا أمره أن لا يطيعهم فيما يطلبونه من المداهنة والملاينة، كما في قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. إيش معنى تدهن؟ تلاين، تلاينهم وتسايرهم أو تركن إليهم، لكن تلين معهم فيما يطلبونه. قال الله عز وجل: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. هذه الآية أيها الأخوة قاعدة أن الإنسان المسلم لا يداهن في طاعة الكافرين من أجل أن يبقى معهم في سلام ويبقى معهم في وئام، أو الالتقاء مع الآخر كما يسمونه في ظل السلام العالمي أو ظل حقوق الإنسان. كلا، في أمر العقيدة والدين أيها الأخوة لا مداهنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. حينما جاء المشركون فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يدخلون عليه من باب يدغدغون عواطفه كما يسمى، ولعله أن يلين: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فتريث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه أمر الله، فقال الله: قل يا أيها الكافرون صريحا، لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأملوا أيها الأخوة التكرار والتأكيد، لكم دينكم ولي دين. العقيدة أيها الأخوة لا مورى فيها، لا ملاين فيها، إصرار تام. لماذا؟ لأنه لا يمكن يا أخواني أن نلتقي أنا والآخر كما يسمونه والكافر وهو يكفر بالله وأنا أؤمن بالله، كيف اجتمعنا وياه؟ نعم قد أحسن التعامل بصفتي كمسلم فيما أمرني الله وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كمثل هؤلاء العملة الذين أتوا للعمل وهم كفار، لا مانع من ملاينتهم لعل الله أن لا مانع من تعامل معهم بالمعروف لعل الله أن يهديهم ونظهر لهم كمال الإسلام وخلقه. أما في قضية العقيدة والتوافق والالتقاء والتقارب فلا، ثم ألف لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآية نازلة ابتداء في الوليد بن عتبة أو وقيل في أبي جهل حينما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والكهانة والشعر، فوصفه الله عز وجل بوصف لم يصفه لأحد من الخلق في القرآن في سوءه وتعدد صفات السوء فيه، كمثل هذه الصفات عياذا بالله تتلى إلى يوم القيامة، ما أشنعه وما أعظمه من يعني فضيحة لهذا الكافر الجاحد المعاند لله ولرسوله. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه من صفات الكفار، كثرة الحلف في كل شيء، ولهذا أيها الأخوة يدلنا على أن هذه الصفة من صفات الكافرين، فينبغي للإنسان أن ينأى عنها كثرة الحلف. وتأملوا أيها الأخوة قوله كل حلاف مهين، مما يدلنا نأخذ منها فائدة وقاعدة أن كثير الحلف مهين لا قيمة له حقيقة، حتى لو كان يحلف أحيانا بالصدق لكن يحلف على تجارته ويحلف على كذا ويحلف على كذا، هذا لا قيمة له عند الناس، ينعدم من علم الثقة، قيمته في مهانة. فكيف بالكافر؟ لا شك أنه مهين بخلقه وكفره. قال الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. ليس له شأن إلا أن يسب ويذم ويهمز ويلمز ويغتاب وينقل النميمة بين الناس ويشايه. أي خلق هذا؟ أي خلق أسفل من هذا الخلق أن يكون الإنسان يمشي بين الناس في نميمة وهمز ولمز عياذا بالله؟ كيف إذا كان همزه ولمزه ونميمته عن المؤمنين أو عباد الله الصالحين؟ فلا شك أن حاله أسوأ، خلقه أقبح. قال الله عز وجل: مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير، قيل أن الوليد له 10 أولاد منعهم من أن يسلم، أن يدخل أحدهم بالإسلام، فقال: من دخل منكم في دين محمد فسأقطع رزقه، يعني لن، كانوا يقول لن أصرف عليه، لن أنفق عليه، أعوذ بالله من هذا الضلال. يعني هل بعد هذا الضلال ضلال أن يكون كافرا ثم يمنع الناس من الإيمان ويمنع أبناءه من ذلك؟ مناع للخير، فضلا عن منعه الخير عن الناس في أنواع من، ولهذا إخواني الكرام هذه من صفات أقبح الصفات، أن يمنع الإنسان الخير، والله إنها لمن أقبح الصفات. إذا رأيت إنسانا يا أخي الكريم يمنع الخير عن الناس، خير العلم والدعوة والإنفاق وغير ذلك، فهذه والله صفة سيئة من صفات الكافرين، فمن وقع فيها فقد تشبه بصفة من صفات الكافرين. فحذاري حذار أن نمنع خيرا يا إخواني، ولو بشيء من التأويل، إلا أن يكون في ذلك مصلحة ظاهرة يراها أهل العلم والعقل الراسخ، قد يكون في منع شيء من الخير لمصلحة أعظم، والله تعالى أعلم. قال: معتد يعتدي على الناس،
يسب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا أثيم، فهو عمله كله في إثم. عتل بعد ذلك زنين، عتل ذو يعني جبروت وطغيان وكبرياء وسطوة على الناس، بعد ذلك زنيم. ما معنى زنيم؟ يعني ابن زنا عياذا بالله، فضحه الله عز وجل في كتابه أنه ابن زنا. إذ كان العرب في الجاهلية كان يجتمع على الرجل المرأة، يجتمع على المرأة 10 رجال، أو تكون المرأة يأتيها 10 رجال مما تؤتى سفاحا بعض النساء، فيأتيها فلان وفلان وفلان، ثم إذا جاء ولد نسبت هذا الولد لأحدهم، هي تنسبها لمن ترى أنه أبوه، فينسب إلى ذلك الرجل ثم يكون ابنا له ويعرف به. فالله تعالى فضح ذلك الكافر المستكبر المعاند وأنه ابن زنا. قال الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين، أعطاه الله عز وجل 10 من الولد وأغناه. فالغنى أحيانا يطغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما قال الله عز وجل عن أبي جهل، قال الله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، في استخفافه واستهزائه بآيات الله عز وجل، يقول هذه أساطير الأولين تنقل ويتنقلها يأخذها محمد من أخبار الناس. قال الله عز وجل: سنسمه على الخرطوم. فالخرطوم هنا هو الوجه أو الأنف، الأنف كما شرع له بعض المفسرين أو الوجه. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء الكفار المشركون الذين أنعم الله عليهم يهددهم الله ويتوعدهم أن يبلوهم كما يبلو أولئك. لقد ابتلى الله عز وجل الكفار المشركين بالجوع والقحط كما بلى أصحاب الجنة حينما أحرق بستانهم، حينما كفروا نعمة الله عز وجل. قال الله: إنا بلوناهم، أي بالقحط والجوع، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. القصة أصحاب الجنة هي أن رجلا كان من أهل الكتاب مؤمنا، فكان يرعى حق الله في مزرعته وبستانه، فكان يدخر فيها ثلثها ويطعم أبناءه ثلثها ويتصدق بالثلث، فيأتيه المساكين فيعطيهم. فلما توفي قال أبناؤه: إن أبانا لفي ضلال مبين، وأقسموا ليصرمنها مصبحين، أي يقطعونها مصبحين قبل أن يأتي المساكين يطلبون حقهم فيها ولا يستثنون. ولم يستثنوا في قولوا إن شاء الله، ومعنى آخر لم يستثنوا شيئا منها، كلها سيأخذونها ويحرمون منها المساكين. قال الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك، طائف الريح الذي أحرقها بالنار، وهم نائمون أي بالليل، فأصبحت كالصريم يعني حصادا لا ليس فيها شيء. فتنادوا مصبحين، استيقظوا مصبحين، وأن اغدوا على حرثكم في الصباح الباكر، ائتوا إلى بستانكم إن كنتم صارمين، أي عازمين على ذلك في أخذ هذه الثمرة وصرمها قبل أن يأتي المساكين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يسرون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، عياذا بالله، وغدوا على حرد قادرين، يعني كأنهم ذهبوا وهم يزعمون أنهم قادرون على إنفاذ أمرهم وتخطيطهم. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، لعلنا ضللنا الطريق، يعني إما أن يكون هذا المعنى، يعني رأوا بستانهم محترق ليس فيه شيء، قالوا: ليس هذا طريقنا وليس هذا بستاننا، فلعلنا أخطأ الطريق. ثم تنبهوا فرأوا أن هي بستانهم، فقالوا: بل نحن محرومون.
قال أوسطهم وهو أعقلهم. والوسط في هنا ليس الوسط بين الأولاد بالسن، وإنما أوسطهم الوسط الخيار العدول، يعني أخيرهم عقلا وعدالة، كما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا. فقال أعقلهم، وقد أقر معهم وإن كان قد أنكر في نفسه قبل، لكنه لم يظهر هذا الإنكار. ونأخذ من ذلك درس أن الإنسان أيها الإخوة لا يشارك الناس فيما هم فيه من منكر، ولو أنكره في قلبه لا يشاركهم بل يعتزلهم، والأولى ثم قبل ذلك أن ينكر عليهم ويمنعهم. لكن هذا الأخ لم يستطع أن يغالبهم ويناصحهم قبل ذلك إذ غلبته نفسه، لكنه رجع في لما رأى آية الله في بستانهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. رجعوا فيما لما رأوا آية الله عز وجل، عرفوا أن الله قد أخذهم بذنبهم. ولا شك أن هذا هو الواجب على الإنسان، أن يرجع حينما يرى عقوبة الله عليه في شيء من، أو أن الله أصابه بمصيبة، يرجع إلى الله ويتوب ويصحح أمره ويسأل الله أن يغفر له. لهذا قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تابوا ورجعوا. في هذه القصة أيها الإخوة الله عز وجل أراد أن يظهر فيها حال أولئك الذين ابتلاهم الله فرجعوا وأنابوا وقالوا إنا إلى الله راغبون، كأن فيها دعوة لهؤلاء الكفار أن يرجعوا بعد أن أصابهم الله بالقحط والجوع، أن يرجعوا ليذيقهم الله النعمة وأن يزيد عليهم من فضله وإنعامه. قال الله سبحانه وتعالى كذلك العذاب. ما معنى كذلك العذاب؟ أي كذلك عذابنا للكافرين، أو لكم أيها المشركون إن أصررتم على الكفر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهو تهديد لهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم انتقل السياق في الحديث عن المؤمنين المتقين، ولاحظوا وتأملوا أيها الإخوة كيف عبر بلفظ التقوى، فقال الله إن للمتقين عند ربهم. اتقوا عذاب الله باجتناب نواهيه وفعل الأوامر، وحذروا من عصيانه وكفر نعمته، فليسوا كأولئك. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي هذه الآية السبب نزول أن الله عز وجل لما نزلت هذه الآية وكان المشركون حوله أو قريب منه، قالوا إن كان لهم نعيم عند الله فنعيمنا أكثر وأعظم عند الله، يعني يزعمون أنهم عند الله أقرب وأقرب إلى الله وأحظى، إن لهم حظا عند الله أكثر من أولئك كما يزعمون الضعفاء المساكين. فقال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل في الجزاء عندنا المسلمين كالمجرمين. عبر هنا بالإجرام لما فعلوه، ومن ذلك ذمهم وسبهم واستهزائهم واتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبما أوتي بهم الآيات بالأساطير الأولين أو بالشعر أو نحو ذلك. قال الله عز وجل ما لكم كيف تحكمون، كيف نجعل من أسلم وآمن بمن كفر، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، يعني هل عندكم كتاب من عند الله عز وجل تتعلمون منه ما لكم عند الله تعالى. إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، هل لكم أيمان بالغة عندنا
يعني قد وعد ووعيدة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أيهم يزعم ذلك، من الذي يزعم منهم ذلك، من هو صاحب الشأن فيهم؟ قال الله: أم لهم شركاء من تلك الأصنام فليأتوا بشركائهم يوم القيامة إن كانوا صادقين. يأتوا بشركائهم ليدافعوا عنهم، ليناصروهم، ليجازوهم. قال الله تعالى في إظهار صورة من صور حرمانهم، وصورة من صور العذاب، وصورة من صور الحسرة التي سيلاقونها يوم القيامة، قال الله: يوم يكشف عن ساق، وهو ساق الله عز وجل. يأتي ربنا سبحانه وتعالى يوم الحشر فيكشف عن ساقه ويدعى للسجود فلا يسجد إلا المؤمنون، ويستعصي عن السجود ولا يستطيع السجود الكافرون والمنافقون. قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تتصلب ظهورهم عياذا بالله فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا. فيا لحسرة من ترك السجود لله عز وجل في الدنيا، يا لندامة من أعرض عن السجود لله في بيوت الله. يا ويلهم ذلك اليوم الذي سيقف، سيكون حاله مع أولئك الكافرين والمنافقين، فيدعى للسجود فلا يسجد. يا حسرة، ويا أعظم حسرة على الإنسان التارك للصلاة، التارك للسجود لله تعالى، حين يقف ذلك الموقف فيدعى فلا يستطيع. إنها والله أيها الإخوة آية موعظة لكل إنسان تارك للصلاة، تارك للسجود، يحذر بها وينأى أن يكون من أهلها وأن يكون في صف المنافقين والكافرين. قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. حق لهم يكونوا خاشعة أبصارهم يوم أن يروا المؤمنين يسجدون لله عز وجل، وهذه علامة نجاتهم وعلامة رضا الله عنهم. وإذا بأولئك الكافرين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تصيبهم، يعني هي ذلة حسية ومعنوية، أبصارهم خاشعة متدنية من الحسرة والندامة. تصور يا أخواني، ولله المثل الأعلى فيما يعني يرضه لنا، لو أن إنسان أتيت به فحرمته من جائزة عظيمة، كيف سيكون؟ سيطأطئ رأسه حسيرا نادما متحسرا مما وقع فيه من خطأ أو قصور. ذلك هو اليوم الذي سيكون حال الكافرين يوم القيامة، خاشعة أبصارهم، ليست خاشعة خشوع تعظيم وتذلل لله، وإنما حسرة وندامة على ما كانوا عليه من ذلك اليوم. ولهذا قال: ترهقهم ذلة، إرهاق، أصابتهم ذلة ترهقهم إرهاقا عظيما، عذاب معنوي، فكيف بالعذاب الحسي؟ قال الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود للصلاة واركعوا مع الراكعين، لكنهم يأبون عياذا بالله، فلما حرموا أنفسهم من السجود لله حرمهم الله من السجود له يوم القيامة. قال الله عز وجل لنبيه وهو يؤنسه ويسليه فيما يلقاه من أولئك الكافرين من الاستهزاء والسخرية والاتهام، قال الله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فلسنا مستعجلون في عذابهم، لا تستعجل في عذابهم، فإن لهم يوما عند الله قريب. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يستدرجهم الله؟ بأن يملي لهم ويمهلهم ويزيدهم قدرة فيما هم فيه، وإنعاماً وإمهالاً،
تزيدهم عذابا وشقاء في الآخرة. وهذه سنة من سنن الله عز وجل للكافرين أيها الأخوة، إمهال الكافرين، كما قال الله عز وجل في سورة الطارق إيش؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإن هذه الصورة من صور الإمهال أيها الأخوة هي ما نراها اليوم، والله نراها رأي العين فيما نشاهده في إمهال الله عز وجل لطغاة الكفر والإجرام في سوريا وغيرها. لا نحسب يا أخواني الكرام أن ما يجري في سوريا وما يجري من تمكن أعداء الله عز وجل من النصارى واليهود وأطال ليلهم وظلمهم وعدوانهم أن ذلك بغفلة عن الله، وإنما هو الله استدراج، وسيأتيهم يوم بإذن الله قريب يحصدهم بقدرته سبحانه وتعالى وجنوده. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا ويرينا بأسه الشديد فيهم، لكننا نؤمن بقدرة الله ونؤمن بكمال الله ونؤمن برحمة الله ولطفه بالمؤمنين، ونؤمن أيضا بسنته سبحانه وتعالى في الكافرين وحكمته البالغة. ولهذا من حكمته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، عياذا بالله. أملي لهم يعني أرجئهم وأملي لهم في الوقت ليزداد كيدي لهم وعذابي لهم الشديد، إن كيدي متين. ولهذا أخواني الكرام والله إن عاقبة هذا المجرم الظالم لهي أشد، ستكون أشد عذابا وانتقاما من الله ممن سبقه من الطغاة. سنرى يوما أسودا عليه وعلى جنوده وأعوانه بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني أم تسألهم شيئا، يعني أنت لا تسألهم شيئا على هذا الدين، فكيف لو سألتهم شيئا؟ فهم من غرم ودين مثقلون، يعني لن يتحملون شيئا، ليسوا على استعداد. إذا كانوا ليسوا على استعداد بالإيمان والإسلام والاستجابة والقبول من غير شيء، كيف لو طلبتهم بذلك؟ فإنهم من مغرم مثقلون، سيزعمون أنهم مدينون وسيزعمون أنهم غير قادرين ونحو ذلك. فالإنسان الذي يدعى إلى الخير وإلى الأجر ثم يتناءى وينصرف عن ذلك بغية الانصراف عن الخير، فهو والله قد اتصف بمثل هذه الصفة. قال الله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني أم عندهم غيب الله يتصرفون ويعرفون مآلهم وعاقبتهم فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك. كأن الآية أيها الأخوة فيها ملحظ أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعجل عذابه فيهم. وقيل أن هذه الآية نازلة في أهل الطائف حينما آذوا نبيه وكذبوه وطاردوه ورموه بالحجارة فدعا عليهم، فكأن الله قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام الذي لما رأى إصرار قومه دعا عليهم وتركهم وولى عنهم وخرج. قال الله: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي مكظوم عليهم، مكظوم على قومه غيظا وغضبا، ونادى ربه أن ينتقم منهم وأن يعجل عذابه فيهم. قال الله: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالله تعالى يظهر لنا لنبيه صورة من صور أنبيائه الذين استعجلوا عذابه في قومهم ثم خرج وتركهم، لكن الله عز وجل تداركه بنعمته حينما رجع وأناب وآمن قومه به. وكأن في هذه الآية أيها الإخوة إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيؤمنون فلا يستعجل لهم. ولهذا
كان ذلك يوم الفتح إذ دخل الناس في دين الله أفواجا، ومنهم قريش، فلم يبق منهم أحد أظهر كفره. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. وفي هذا وعد من الله لنبيه ولمن حمل لواء هذا الدين أن الله يجتبيه ويعينه ويسدده ويؤيده، فجعله من الصالحين، أي يصلح أمره ويصلح حاله ومآله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من حنقهم وحسدهم وغضبهم، يزلقونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم حسدا منهم وما بما أوتيته من الفضل والنعمة والخير من ربك، وإنما اتهموك بالجنون وغيره حسدا منهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لاحظوا أيها الإخوة أن الله ختم السورة في مقابل ما افتتح به فقال: وما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال في آخرها: ويقولون إنه لمجنون، مما يؤكد أن السورة نازلة في تأييد الله لنبيه وتأنيسه له في مقابل ما اتهموا به المشركون من أنه أصابه الجنون. ثم قال الله في آية عظيمة ختم الله تعالى فيها السورة فقال: وما هو إلا ذكر لمن؟ للعالمين. ما أجمل هذا الختام أيها الإخوة، ما أجمل هذا الختام الذي يبعث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الأمل العظيم والفأل والنظرة البعيدة، فيقول الله عز وجل: إن كان هؤلاء أشركوا وكفروا بهذا الذكر حينما سمعوا الذكر فإنه سيكون ذكر للعالمين إلى قيام الساعة، فاصبر لحكم ربك. الله عز وجل يعد نبيه في هذه الآية أن هذا الذكر القرآن الكريم سيكون ذكر للعالمين، وهو وعد بأن ينتشر دينه ويمكن له في الأرض إلى قيام الساعة، وهو ما نراه. ولله الحمد في وقتنا الحاضر أن دين نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر العظيم قد نشره الله في الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ما أعظم أيها الإخوة هذه الآية لنا ونحن ربما نرى من اليأس، ونرى من تمكن أعداء الله عز وجل، ونرى من اعتدائهم على المسلمين واستهزائهم بدين الله وسخريتهم بأولياء الله، أن نتفاءل ونرى أن الله عز وجل سينتقم منهم وأنه سيمكن لدينه. والله إن هذه الآية لنحن بحاجة إليها في هذا الوقت، ونحن نرى ما نرى من الكيد من أعداء الله عز وجل، فنؤمن ونتفاءل ونأمل بالله ونظن بالله ظنا حسنا أنه سيمكن دينه وسينصر عباده. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر عاجل للإسلام والمسلمين، وأن يمكن لأهل الإسلام في كل مكان، وأن ينصر دينه وعباده وأولياءه، وأن يرينا في أعدائه الظالمين يوما كيوم عاد وثمود وفرعون أبي بن خلف. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن ينجيهم من الظالمين، وأن يمكن لهم في ديارهم، وأن يقر عينا بهلاك طاغيتهم وجنوده، ويمزق ملكهم ونظامهم ويشتت شملهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل
إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.